شجار حول الإرث بين ثلاثة إخوة ينتهي بمقتل أحدهم المشتبه فيهما، قام بقتل أخيهما ودفنه داخل منزل العائلة بحي باب أيلان في مراكش القديمة. وأمن مراكش أشرف بالأمس على عملية إعادة تمثيل الجريمة. حسن هبان محمد الحسن هبان ومحمد شحيمة. بعد انتشال عناصر الوقاية المدنية لجثة الهالك، يسعى هنا عناصر الأمن الوطني إلى إعادة تمثيل الجريمة وسط حضور سكان هذه المنطقة. راه ما نعساتش هاد الحومة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هاد الناس راه لا إله إلا الله، الناس ماشي قدام في الحومة ولا شي حاجة، ماشي شي حاجة بزاف، ما الله يعمر هذا. والناس بزاف هنا ما تيعرفوهمش، حيت هما كاين واحد السيد اللي ساكن في ديك الدار بوحدو، داك السيد اللي تيقولوا هو اللي قتل، هو اللي ساكن بوحدو في الدار، وراه الناس بزاف هنا ما عرفوش، وراه تيدخل بوحدو وتيخرج بوحدو بزاف، ما تيعرف ماشي زعما شي واحد اللي ولد الحومه قديم ولا شي حاجه اخويا، وراه تفاجئنا بهذا الشيء وانا لله وانا اليه راجعون. ما عرفوش بالنسبه لما عمر ما طراتنا شي حاجه بحال هكا في باب ايلان، ما عمر شي واحد ما قتلتها شي واحد لير هنا في الحومه. ولا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة إلى الآن للكشف عن بقية ملابسات هذه الجريمة التي أثرت بشكل كبير على نفوس سكان هذه المنطقة.